السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي الأعزاء، طلاب الصف الثاني الابتدائي لمدارس تبوك الأهلية النموذجية. أهلا ومرحبا بكم، ومع استكمال درس أحب أن أكون الجزء الثالث. هيا بنا نقرأ هذه الفقرة. المعلم: وأنت يا صالح ماذا ترغب أن تكون؟ سكت صالح مفكرا ثم قال: أنا أرغب أن أكون مهندسا معماريا أسهم في بناء وطني. نظر المعلم إلى حازم وقال: لقد تحدث الجميع إلا أنت يا حازم، فماذا تحب أن تكون؟ رد حازم بفخر: سوف أكون رجل إطفاء أخمد الحرائق لأنقذ المصابين. قال المعلم: كل المهن نافعة يا أبنائي، فالوطن يحتاج المعلم والطبيب والمهندس والطيار ورجل الأمن ورجل الإطفاء والحداد والنجار والفلاح، وهؤلاء جميعا يسهمون في بناء الوطن وتقدمه. وإلى الآن والآن يا أبنائي نذهب إلى مناقشة الدرس. السؤال الأول: ماذا يرغب أن يكون صالح؟ يرغب أن يكون مهندسا معماريا يسهم في بناء وطنه. أحسنت يا بطل. ماذا يرغب أن يكون حازم؟ يرغب حازم أن يكون رجل إطفاء يخمد الحرائق لينقذ المصابين. ممتاز. أذكر أنواع أخرى من المهن: المعلمة، الطبيبة، المهندسة، الطيارة، رجل الأمن، رجل الإطفاء، الحدادة، النجارة، الفلاحة. ما نوع المد في صالح؟ مد ألف. تكون مد واو. الجميع مد ياء. أبنائي مد ألف وياء. ما نوع اللام في الكلمات الآتية: المعلم، القمرية، الطبيب، الشمسية، الطيارة، الشمسية، الفلاحة، القمرية، النجارة، الشمسية، الإطفاء، القمرية. ما نوع التنوين في الكلمات الآتية: نافعة، تنوين ضم، مفكرا، تنوين فتح، إطفاء، تنوين كسر. ما نوع الهمزة في الكلمات الآتية: أنت، همزة قطع، أن، همزة قطع، المعلم، همزة وصل، أكون، همزة قطع، الحرائق، همزة وصل، المهن، همزة وصل، أسهم، همزة قطع. ما نوع الأساليب الآتية؟ الأسلوب الأول: ماذا تحب أن تكون؟ أسلوب استفهام. الأسلوب الثاني: يا صالح، أسلوب نداء. الأسلوب الثالث: تحدث الجميع إلا أنت، أسلوب استثناء. هات مفرد الكلمات الآتية: المصابين، المصابة، الحرائق، الحريقة، المهن، المهنة. هات جمع الكلمات الآتية: مهندس، مهندسين، طبيب، أطباء، نافعة، نافعات. هات مثنى الكلمات الآتية: النجار، النجاران، الفلاح، الفلاحان، رجل، رجلان. هات مرادف الكلمات الآتية: أسهم، أشارك، فخر، اعتزاز، تقدم، رقي. هات ضد الكلمات الآتية: أخمد، أشعل،
نافعة ضارة بناء هدمٍ